أنا ديانا أبي نادر، مع بشتغل مع محمد عبدو وهادي داميانوس وكارول شامي. نحن قررنا نعمل عن بيئة سليمة بلبنان، بما أنه لبنان عنده طاقة شمسية والماي والهواء. استعملنا الطاقة الشمسية حتى لنقدر نمشي المصانع، فينا نقول لبنان كله نعمل بالكهرباء، وفينا نستعمل كمان الطاقة الحرارية تبعها. كمان ليكون استعملنا للترانسبور، أخذنا السيارة بتمشي على الهواء، بدل ما بنستبدل المحطات اللي بتعبي بنزين بالمحطات اللي بتعبي هواء للسيارة حتى نقدر نعمل لها ضغط وتمشي. وفي الانرجي الكترومانيتيك، يعني اللي بتمشي على الاتراكسيون تبع التير حتى تقدر تخزن طاقة بقلب السيارة.